كل الذين اعترفنا لهم أن الحياة علينا قاسية لم يقصروا، وجعلوها أشد قسوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توأم الشعلة. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته أحبابي في الله. أيها المطارد، أيها الهارب، أيها التوأم، ماذا ستفعل وكيف ستتصرف عندما يخذلك كل الناس الذين قمت بالتضحيات من أجلهم، بذلت الغالي والرخيص من دمك ووقتك ولحمك والبعض من جسدي؟ شعور غريب استدرجهم شيئا فشيئا كالضحية والفخ وكالسمكة والسنارة، حاولوا ثم حاولوا وحاولوا، حاولوا أن يقاوموا، حاولوا أن يقاوموا ذلك الشعور، تلك الرغبات، تلك الأمنيات، تلك الغريزة، ذلك التعلق والشغف والحب. كثرة الابتلاءات والألم والحزن والألم وحتى الأمل، لعلهم يصلون إلى نتيجة ما، لعلهم يلتئمون روحيا مع بعضهم البعض، ولعلهم ينسجمون ويتوحدون بينهم، بين المطارد والهارب. وهنا تكمن القصة وتكمن الحكاية والرواية. بدأ الهارب بالخضوع في البداية، سلم إرادته وقلبه وعقله وجسده وروحه وماله وكل شيء عنده. لعل وعسى أن يتحد ذلك التوأم، وفجأة تنهمر الدموع وتأتي النكبات وتأتي الأوجاع من كل صوب ومن كل حين ومن كل مكان، فلا شهية للطعام ولا شهية للأكل والمنام، اعتلال في الجسد، آلام وآلام وآلام. يا خسارة، خاب ظني يا ابنتي يا أختي، أيتها الزوجة الفاضلة، أيتها المرأة، يا صديقي وأخي وقرة عين، يا أحبائي، لا تكونوا كتابا مفتوحا ولا كلمات مقروءة ولا أحرف واضحة وظاهرة للجميع، فالذي ينهشك ويسيطر عليك وعلى إرادتك هو الذي يعلم تماما ويعرف عنك كل شيء، يعرف أسرارك وخباياك ويعرف أحزانك، فلا تشكو أمرا لغير الله،
وكلما شكوت من أوجاعك وأحزانك أو حتى من زوجك أو أمك وأبيك، يستغلها الطرف الثاني إن لم يكن توأم شعلة حقيقي، قد يكون شخصية سايكوباتية هوائية صاحبة نزوات ومصالح شخصية ومالية وجسدية. سيبيعك عند أول بديل، سيتخلى عنك في الأوقات الصعبة. وأنا هنا أتحدث للمطارد والهارب، فالمطارد يبذل الغالي والرخيص ويضحي، حتى أنه قد يضحي بماله، بأسرته، بعائلته، بكل ما يملكه من أجل أن يرضي شغف ذلك الهارب، أن يرضي ويكتسب مودة ومحبة ذلك الهارب. ولكن إن لم يكن بتوأم شعلة حقيقي، لأن الكثير منهم مزيفون، ليس بحقيقيون، هم هوائيون أو كارميون من الكارما، توأم كارمي. هذا التوأم الكارمي معناه الذي ينسجم مع الشخص الآخر ويحقق نزواته ورغباته ويشبع كل جوعه، سواء كان المادي أو النفسي أو الروحي أو الجسدي. وبعد ذلك عندما يصل إلى مرحلة الإشباع يهرب، وسنسميه بأنه هو الهارب. هو ليس هارب حقيقي، وأنت لست بمطارد حقيقي، ولكن الصعقات تنصعق، والنكبات والمآسي والألم والمشاكل والأوجاع والأمراض والأحلام والكوابيس وضعف الشخصية وتضارب الآراء وعدم المقدرة على التحليل والتفكير والتبحير، عدم المقدرة على فعل أي شيء كان، تجد نفسك مذهولا، محتارا، مشتتا، كالطفل اليتيم الذي فقد أمه وأبيه، صعقة كصعقة الكهرباء، نكبة كالنكبات الطبيعية، الزلازل والبراكين والعواصف والرعود. تجد نفسك أيها المطارد، إن كنت مطاردا حقيقيا، تحزن وتشعر بالخيبة والحسرة والفشل، لأنك ارتبطت بهارب مزيف، هارب صاحب نزوات ومصالح شخصية، يطمح إلى المال وإلى تحقيق رغباته الشخصية وحتى الجسدية، وبعدها يغيب ويتلاشى ويضمحل ولن تراه لا على وسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى على الموبايل أو في أرقامه، يغيرها ويغير حساباته. هو نصاب قانوني، نصاب قانوني، وأول كلمة يقول لك بها إن واجهته face to face سوف يقول لك: أنا ما غصبتك على شيء، ولم أجبرك على فعل شيء ما، فأنت الذي ارتبطت بي، وأنت الذي لهثت خلفي، وأنت الذي طاردتني. يا خسارة وأسفاه، يا حسرتي، تركت كل الذين تمسكوا بي ولهثت وركضت خلف سراب وأوهام وأكاذيب. وعندما
تحققت تلك الرغبة، تلك الرغبة الخادعة الزائفة من ذلك الهارب، لجأ إلى طرف آخر، إلى طرف ثالث، إلى طرف رابع، وتنقل من حضن إلى حضن، ومن بيت إلى بيت، ومن أنثى إلى أنثى. وتجده عندما يفرغ منهم ويملي رغباته وتقتضي مصلحته أن يعود إليك، سيعود إليك أيها المطارد، سيعود إليك ذلك الهارب يوما ما، ليس لأنه يحبك، وليس لأنه يتمسك بك، ولكن لأن رصيده نفذ، نفذ من الحب، نفذ من الحنان، نفذ من الجنس، نفذ من المال، نفذ ونفذ ونفذ، نفذ كل شيء. سيتذكرك الآن، فأنت الضحية البسيطة التي نرضيها بكلمة وبكلمتين حلوين، نعتذر اعتذار ومنرجعها. ومن الغباء يا إخواني يا أحبتي أن تخطئ الخطأ مرتين بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس المفهوم. احذروا وكونوا على قدر المسؤولية، فوالله لن ينفع الندم، ولن تستطيع أن تعيد الماضي، ولا أن تسترجع عمرك وشبابك ومالك وحياتك وطاقتك في يوم واحد أو في يوم ما. تحتاج إلى وقفات، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى نفس طويل حتى تستعيد توازنك وتلملم ذاتك. فاحذروا، الموضوع ليس سهل. أتمنى من المطارد وحتى الهارب إن كانوا توأما حقيقي، ومن كل من يستمعون إلي، أن يفهموا المقصد من هذا الفيديو، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا علي وفهمتوا الفكرة والمقصد. وأنا هنا جئت لمساعدتكم، فأنتم إخواني وأهلي وأحبائي وأبنائي، نتشاور مع بعضنا البعض ونكبر مع بعضنا البعض. بحب أسمع تعليقاتكم، بحب أشوف آرائكم، بحب أقرأ تعليقاتكم. مين يتعرض لهذا الموقف أو مثل هذه المواقف؟ اكتبوا لي في التعليقات، واتمنى منكم لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. نكبر مع بعض، نستفيد ونفيد. وفي النهاية كل التوفيق لقلوبكم، أحبكم جميعكم، والسلام عليكم من الله ورحمته وبركاته.